الانزيمات والهرمونات في الجسم كله. مهم جدا الكمية والنوعية. يعني برضو أنا بعد أتأمل في نوعيات الأكل، عندنا أكلات كتير جدا إحنا جاي منين؟ من التراب. صحيح. يبقى كل ما ينتجه التراب ده مفيد جدا، فبالتالي كل ما ينتجه التراب مفيد باعتبار في تناغم. أنا خلقت من تراب، فكل ما ينتجه التراب الأكل ويس. النباتي مفيد جدا. الأكل النباتي. نشوف بعض الحاجات اللي جت في القرآن واللي طلبها بني إسرائيل وادها لهم، فومها وعدسها. مصر مشهورة بالحاجات دي، فومها وعدسها وبصلها، إذا كان الفوم هو الفول ولا التوم، وعدسها وبصلها ده منتشر عندنا قوي، والتين والزيتون وطور سنين. وفي الآخر خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لو تركيبة التين مع الزيتون دي بتعمل يعني انتجريتي أو يعني فيتاليتي، حيوية للخلية الحية، وتم استحضار مركبات تفيد في حيوية وشباب الخلية من التين والزيتون. فالتين والزيتون، التمر. نفسي في رمضان ما يكونش الشوكولاتة ولا الكنافة غير التمر، تبقى دي الكنافة الرمضانية بتاعت الصائمين. التمراية، التمراية لما بقعد أتكلم عليها بيفكروا إن أنا بتغذف واحدة بحبها يعني. التمراية تبص للخطوط بتاعتها وهي مرسومة، تبص للمحتوى بتاعها من سكر الفركتوز سهل الامتصاص، مركبات المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي بتظبط نبض القلب وبتقلل ضغط الدم، تبص للنواة. أنت عارف حضرتك الصانع البشري لما يكون عامل براند له كده توقيع، فالنواة كده مرسومة كأنها توقيع المولى عز وجل وله المثل الأعلى. فتحس ان التمرايه دي يعني حاجه كده جميله جدا. كان المصطفى يعني ينكس بالشهرين ليس في بيته الا الاسودان، التمر والماء. واحد يقول له طب ما الماء ده كالرلس عديم اللون، وعشان كان بيتحط في قربه غامقه فكان بياخد لون الاناء، الماء ياخذ لون الاناء، فهو يقول لك الاسودان التمر والماء، ينكس بالشهرين ليس في بيته الا الاسودان. ومع ذلك كان اصح الناس جسدا، يعني يقول لك كان بيمشي كانه الصخره تتحدر في صبب، ده الصخرة النازلة في منحدر كده من القوة والتدافع كان بيتعبهم في المشي. وكان أكله بسيط جدا، وكان بيعتمد على الأكل البسيط اللي هو معظمه الأكل النباتي. أيضا من الحاجات اللي هي جت في القرآن غير التمر، التمر طبعا اتقال في مواقع كثيرة ومفيد جدا للحوامل وفي الحمل، حتى إذا جاءها المخاض لا جزء النخلة قال هزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطب جميل، بالضبط كده. فلقوا أن التمر ده بيساعد عملية انقباضات الرحم، هو مفيد جدا للقلب ومفيد لتصلب الشرايين ايضا. والمصطفى في حديث اخر قال من تناول في يومه سبع تمرات او شكا الا اصيبها سم ولا ساحر. السموم اللي هو انتي اوكسيدنت، كلمه سم دي ما فيش حد هيتعاطى السم، لكن الرصاص والعوادم بقى واول اكسيد الكربون وعوادم السيارات. بس التمر ايضا ممكن يؤدي الى السكر او غير مفيد للسكر. لا هو